عسلامة. مرحبا بك. لاباس؟ الحمد لله عايشة. صحة بخير؟ يا ربي لك الحمد. عرفني عليك. منيرة أصل أصيل مهدية وعايشة هنا في تونس. إيش عاملة بين المهدية وتونس؟ والله هيك وقت المناسبات والأعياد نروحوا، وقت فما حد شيء نخدموا بوسك راجلي وولدي وبنتي تقرا في تونس نقعدوا هنا. كيفاش كانت التجربة أنك تاخو واحد ماهوش من ولايتك؟ لا أنا خديته من ولايتي، ما عايش هو في تونس قبل، تربى صغره كل في تونس فهمتني، أما الولاية متاعي في نفس المنطقة متاعي فهمتني. شنو تعمل في حياتك أنت مدى؟ أنا كنت نخدم في شركة حرة وتوا خديت التقاعد المبكر. كيفاش حياتك بعد التقاعد؟ والله على أحسن ما يرى. نقوم وقت اللي نحب، نقضي شهوري وقت اللي نحب، أحبابي وأصحابي وعائلتي نزورهم وقت اللي نحب، معناتها من غير ضغوطات. معناتها معناها حياتك قبل وأنت تخدم تحسها مضغوطة ومسؤولية؟ مضغوطة ومانيش موفرة لا في اللبن بين العائلة لا بين روحي، حتى روحي مش متوفرة لها حتى شيء فهمت. كيفاش مالا لقيت توازنك قبل؟ قبل والله هي فضل كانت والدتي الله يرحمها، هي كانت تعين معايا واخواتي زاده وهم يقوموا بيد مساعده معايا فهمتني، وراجلي بوسكا يتفهم بوسكا انا نخدم هو يخدم يعاونني الحق فهمت. روحك مقصره قبل؟ قبل على حسب صحتي، مقصره على حسب صحتي فهمت. يعني خلينا نقولوا هملت صحتك. بالطبيعه هملت صحتي فهمت، كان كنت نشعر تو كيما جينيراسيون تو وكل ما كنتش نعمل اجهاد هذاك الكل، معناتها بكل مني شارع مني دار انا كنت فهمتني، انا مسؤولة على الدار الكل والشارع فهمتني. لو كان يرجع بيك الوقت ما تخدمش تبطل الخدمة ولا كيفاش؟ لا نخدم وما نتزوجش. ما تتزوجش؟ نتزوج. علاش؟ على خاطر الزواج مسؤولية وأمانة، صرت وقت اللي يجيب الصغار فهمت، مسؤولية كبيرة في عهدنا في وقتنا هذا فهمتني. يعني ما تكملش نص دينك؟ لا لا بس زيني شو نعمل بيه؟ مادام كل شيء متوفر، الشغل متوفر، الفلوس متوفرة، نبدا حرة، نخمم كان في نفسي، بالعكس كي نبدا معرسة نخمم في داري، نخمم في صغاري، نخمم في راجلي، فهمتني؟ دونك هذاك هو الكل ياخذ من وقتي. يعني تو البنات تو اللي يخدموا لازمهم ما يعرسوش. مش ما يعرسوش، كي يلقاو شكون يهنيهم ويعوض لهم الحاجات اللي يحبهم هما يحبذا، سينو كيما نقولوا الناس قبل، مخزن مسكر ولا كريم شومة. فهمتي كهو افضل ليها ولعائلتها والكل فهمتي. تو حياتك ما تحسهاش نوعا ما ممله على خاطرك ماكش تخدم ماكش تخرج؟ بالعكس بالعكس، حتى اصحابي اللي مازالوا يخدموا يسالوا فيه نفس السؤال، قلت لهم بالعكس احسن فتره هي فتره التقاعد في الدار فهمتي، خير من الشغل فهمتي، خير من الخدمه، خير من الخدمه. بالطبيعه الخدمه عندك برشا مسؤوليه وضغوطات ومسؤولين يحكموا فيك ويزمك الخدمه نتاعك تحضرها، خاصه الحر فهمتني، الحر اصعب، ديما تلقى المسؤول في فوق راسك ما تعرفش عليه وقتاش يجيك فهمت. باركونت هاك الادارات تشوف فيهم يمشيو باش نخرجوا وثائق ولا حاجه ما نلقاو حد في البي في 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 البيروات نتاعهم، محظوظين فهمت، جماعه الادارات محظوظين. كيفاش محظوظين بالضبط؟ محظوظين خاطر خاصه كي يترسم ما معاش تلقى فيه الحظ واللي يتغلب عليك، يخدم يقول لك حسب فلوسهم فهمت، ويمشي الخدمة بعد الوقت ويروح قبل الوقت فهمتي. بار كونت الحر مجبور عند شكون هذه، وخاصة انت ولات بالبصمة هي ولات تشدهم أكثر فهمتي، تحصرهم فهمتي. اليوم ماكش تخدم تحوس كيفاش تعمل؟ فعلا اليوم ما نخدمش، باش نمشي أنا وبنت لوسي باش تقضي هذايا عيد الأمهات لحماتها والأمها، انا امي الله يرحمها توفيت فهمتني، هكا علاش كنت قبل انا نشري لامي ونشري لحماتي، ما نفلتش عيد الامهات ما نفلتوش فهمت. عندك بنتك؟ عندي بنتي لا فما كادو؟ لا فما كادو بالطبيعه فهمت، هكا ابوها يشري لها ويعطيها يقول لها اعطي لامك فهمت، خاطر هي ما تخدمش فهمتني. ونهار اللي ما تجيبلكش كادو يعني بالطبيعه نحكيو على عيد الامهات، نهار اللي ما تجيبليش كادو كي تبدا هي مستقيمه وتعطيني بوسه وتحن عليا وتسمع كلامي اعز من الكادو، اعز الكادو، الكادو يوفى في لحظه تمشي على روحها، اما حبها ليا ومعناتها وحنيتها عليا اغلى من الدنيا وما فيها. ربي يفضلها لك. اي بي وانت تهديها ولا لا؟ انا في كل ديما نهدي لها، ديما نودها، ديما اي حاجه تعرض لي تعجبني لا هي نشريها، نحرم اني روحها ونشري نحلم لروحي انا ونشريها لا هي فهمت. تربيت البنات
صعيبة ولا لا؟ قلعاد أحسن دربية البلاد، تو لازم اللي يجيب طفل يفرح لها برشا، أما الذكر صعيب ياسر. صعيب صعيب، ناس قبلش يقولوا لي ربي في الذكر حاشاك أون ديغي كسر في الحجر. فهمت؟ وخاصة كيف يبدا في سن المراهقة، ما عادش تنجم تسيطر عليه مع الوضع هذايا. أنت تربي في الدار يخرج للشارع ما تعرفش عليه شو باش يعمل. عندك ولد ولا لا؟ عندي وليد. كيفاش نجمت تتحكم في الأمور وتسيطر وأنت كنت تخدم معناها وقتك معبي؟ والله كنت أنا مانيش حرمته بحد شيء، نوفر له كل شيء، نقول باش ما يمشيش ينحرف لي ولا ما عاد فهمت، أما لقيته أخي بحاجة هذيك، سما دلال. دلال؟ دلال. دلال. تو ما عادش نجم تسيطر على الامور؟ بحب تو اللي يطلب ما يعرفش عندك ولا ما عندكش، اسمك توفر له، خديجة انت وفرت وقت هو كان صغير. فهمت؟ لحد اللحظة هذه مازال؟ لحظة هذه ومش صغيرة كبيرة، نداد وعرس وجاب الصغار. ولحد الآن. أما تو أنا خديت كسحت على قلبي وحفظت على قلبي ما عادش فهمت؟ ما عادش خاطر نهار آخر ربي ما يحاسبنيش خاطر وصلته إلى ما هو السن الرشد معناتها ما جوغ فاكسيني ما عادش عندي فيه دخل. فهمتي؟ فهمتي؟ توا مثلا لو كان يجيك بروبوزيسيون انك تخدم خدمه اخرى ما عادش تخدم؟ لا ما عادش نخدم، على الوضع هذايا نفضل نقعد في داري. شنو الوضع بالضبط؟ الوضع خاطر ما عادش يحترمه، تو انا مره كبيره باش نخدم مع واحد قد ولدي فهمتي؟ دونك ما يساعدنيش، ما يعطينيش قدري، ما يعطينيش احترامي فهمتي؟ ما عادش نخدم معاه. الجيل الموجود توا ما يحترموش؟ لا ما يحترموش وما يقدروش. فهمت؟ ما يحترموش قدروش. احنا قبل كنا نخافوا ياسر، كنا نحترموا ياسر. فهمت؟ ولا تو ما عادش تو. عندك انت امثله ريتهم؟ عندي امثله وواكبتهم، خاصه في الخدمه نتاعي، شو الشيء خلاني نخرج على التقاعد مبكر؟ على خاطر جاوا يخدموا معايا قد اولادي، يحبوا قاعدين وانت تخدم. فهمت؟ وزيد معناتها بحق مكتسب يطلبوك، مش هيك بالسياسه وبوليما، فهمت؟ بالقوه يطلبوك. كلمه الختام انت شنو تحب تقول للمتقاعدين والمتقاعدات؟ المتقاعدات ربي يعطيهم القوه والصحه وفهمت، وافضل حاجه هو التقاعد بالنسبه لهذا، وهم خدموا وثابروا وعطاوا بكل بضمير خدموا عكس ما نشوف فيه توا، فهمت؟ العامل اللي قبل يعوض 10 تو عمال تو، فهمتني؟ وربي يعينهم بالرغم الراتب تاع المتقاعدين غير كافي لهم، خاصة كي يبدا عنده مرض مزمن وعائلات في جرته كل غير معناتها مش يكفي حاجياتهم الضرورية.